ومضة حرف للشاعر الدكتور علي بن يحيى البحيري. وأعذب الشعر ما يدعو إلى الله ينبه الغافل المحروم واللاهي. وأعذب الشعر ما يدعو إلى الله ينبه الغافل المحروم واللاهي. أشعل من الشعر قنديلا لمن غرقوا بظلمة الزيف والأموال والجاه. لعل في الحرف أنوارا تنال بها أجرا وزلفا وتوفيقا من الله. وحين تمسي بقبر مظلم سترى تجلي الحرف في أعماقه باهي. والروح ترقى إلى الفردوس حيث بها عيش كريم جميل دائم الراهي. فرب حرف به كف الهدى ربتت على فؤاد كصخر فاستوى واهي. من يرتجي عزة الدارين ينشدها بسجدة في دجى الأسحار لله. وقل لمن رام لهو العيش وأسفي إن أخرس الموت للتهليل بالفاهي. وقل لمن رام لهو العيش وأسفي إن أخرس الموت للتهليل بالفاهي.